أخاه المسلم وأراد أن يتوب وهو يعلم إذا جاء إليه وأخبره بذلك ربما يؤدي ذلك إلى مشكلة لا تحمد عقباها، فماذا يفعل؟ نعم، إذا كان يترتب على كونه ولكن يسأل الله عز وجل له ويدعو له ويثني عليه، ولا سيما في الأماكن التي يصابه بها، يعني يأتي بالثناء عليه بدل سبه وبدل اغتيابه. وإذا كان يعني يمكن أن لا يفسر ولا يبين، يقول حصل مني وحق الكلام أرجو أن تسامحني فيه، يعني دون أن يبين، إذا كان ذلك يكفي. وإذا كان ذكره لشيء يترتب عليه مفسدة ويترتب عليه مضرة، وكون ذلك الإنسان يغضب أو يعني يكون فيه عداوة وشحنة وما إلى ذلك، فإن الإنسان لا يخبره ولا يبين له الشيء الذي حصل منه، ولكنه يدعو الله عز وجل له. أو عند الناس الذين اكتابهم هل تصح تجزئة التوبة بحيث يكون الماء من دون ماء؟